ايبي جيمنج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب استنى يا جدع، واحده واحده، وهنعمل كل الجمال ده. طبعا يا ابطال شكرا جدا على اي دعم، يعني كل الدعم اللي انتم بصراحه بتقدموه لي بجد، من لايكات واشتراكات بقى وكومنتات اسطوريه وافكار جامده زي العسل زيكم والله. ايه ده؟ اسف، يعني بحبكم عادي. ماشي يا جدعان، والله بحبكم كلكم ابطال. والنهارده يوم كامل سوبر ماركت الغلبان ده، اللي مش هيبقى سوبر ماركت اصلا. هجوم تنت 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 تنت، يلا يا زيزو هجوم. وي خينا يا جدعان، يوم كامل في السوبر ماركت، يلا بينا كل ادخل. يلا الابطال، هاخد واحده كولا. يا سلام، ايه اللي هيحصل يا زوزو؟ كله خلاص. اذا حاسس ان احنا حراميه ليه؟ مش عارف. يلا بينا يا ابطال، والله جامد. استنى ابطال، ايه ده؟ لا لا ما تطلعنيش بره يا كابتن، والنبي والنبي. ايه ده يا زوزو؟ ايه ده؟ قال يا كابتن ما تطلعنيش بره. انت عايز تخسرني التحدي صح؟ انت اكيد عايز تخسرني. استنى يا ابطال نشوف اسم الصندوق اسمه ايه. تف علي، ايه ده؟ تف عليا؟ ثاني لحظة تعالى تف عليكي. ايه ده يا جدعان؟ يا عم يا كابتن، انت اللي معاك انت. يلا يا ابطال الساعة دلوقتي، ايه ده الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 12. استنى يا ابطال، انت صغيرة فعلا خالص، انت صغيرة ملة. يس يا ابني، انت يا ابني ما تعملش كده. ليه يا انس؟ ده واد ايه ده ليه كده؟ استنى كده، ده طالع فوق. تعالى يا ابطال نطلع فوق نأجر كده شقة. ايه ده؟ واو، ده اشترى اصلا شقة. ماشي، الشقة دي متاح ان احنا نقعد فيها شوية، وبعدين ننزل ناخد ايه؟ ناخد حاجة تحت يعني. ايه ده يا ام البيت. ماشي، ولا اقول لكم يا جدعان غلط، تعالوا ننزل احسن تحت، تعالوا احسن في السوبر ماركت. يا جدعان ما ينفعش نطلع في بره السوبر ماركت خالص، لازم نعمل فعاليات. ما ينفعش، لازم ابطال نعمل فعاليات. اوعى انت بتغزني. اهو يا زوزو انت فين؟ يلا بينا يا زوزو. هتروح فين؟ يما شكلك بيخوف، شكلك بيقول انك هتعملي فيا حاجة. لا مين الواد ده؟ انت يانا. لا انا ما طلعتش. بص يا ابطال بقى، عشان هما ما يطلعونيش احنا نعمل الحركه دي، نجيب ايه؟ يلا بينا. عملت ايه ده؟ ما عملتش ليه؟ اهي هنا. طيب واو، بسرعه. استنى يا كابتن ما طلعنيش من اللبن. بسرعه نحط هنا، ننام هنا. ايه ده؟ انام على الهواء عادي، على الهواء. ايش ده؟ انام هنا. طيب هو انا نمت فين؟ لا كابتن، لا والنبي. طب ايوه كنت هنام يا عمي، مش عارف انام. ايوه بس انا كده نايم على الهوا. بس كده يا ابطال، اقعد اتفرج عليهم بقى يا جدعان. احلى نومه دي ولا ايه يا جدعان؟ الحقيقه يا جدعان زوزو، ايه ده؟ او ماي جاد، ايه ده؟ استني، هو انت جاي تبني السرير فوق الخيمه بتاعتي؟ بعد اذنك شيل السرير، ما ينفعش كده. ايه ده؟ اوه يلا يا زوزو، يلا يا جدعان، كله ابني. جامد قوي يا جدعان والله، اي خدمة. يا سنة كمان بقى، المفروض اصلا ده مش وقت النوم، يعني المفروض فعلا ابطالنا ده مش وقت النوم. بلال نام، هو فعلا انا نمت يعني. من حيث ان انا نمت فانا نمت، يعني انتوا عايزين تخسروني التحدي. بنقول يا جدعان يوم كامل يا جدعان، وبنعمل فعاليات في المكان ده، بس ما ينفعش نطلع براه. بس المشكلة صح يا ابطال، لو جيتوا فكرتوا ايه الفعاليات اللي ممكن نعملها هنا؟ انا بس ناكل في دوريتوز وناكل في الايه ده؟ هو ايه ده؟ تفاح وشوكولاتات وحاجات. يا عم لا يا كابتن، لا انا اسف. ايه ده؟ نمت ما... اوه مكان زوزو ده يا جدعان. تخيلوا كده يا ابطال لو احنا عملنا التحدي ده في الحقيقة، يعني ايه ده؟ ده بيلعبوا كورة، في ناس تحت بتلعب كورة. الله بحب العب كورة. بص يلا يا كابتن العب يا صاحبي. بص يا زميكس، بص استنوا تعالى يلا. بص ايوه بقى. لا اوعى تطلع بره، اوعى تطلع بره، محدش طلعها بره. ايه ده؟ الكوره راحت فين؟ اختفت. هو السحاب ايه ده؟ يلا يا جدعان، يا ابن اللعيب. ايوه الكوره ايه يا عم؟ لا ما تطلعنيش. يا نهار ابيض يا جدعان، يا لهوي يا جدعان. لا خلاص، انا في ناس غداره يا جدعان معانا ابطال عايزين يخسروني. ايه ده انت فوق السحاب فعلا؟ ايه ده؟ ما انا فوق، انا في نص السحاب. ماشي. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان بس والله جامد يا ابطال. يلا بينا نقعد كده شويه، ننام شويه. ما اعرفش والله الفعاليات هتبقى ايه بقى في السوبر ماركت، يعني بس انت تتوقع ايه الفعاليات هتكون في السوبر ماركت؟ اكيد هنخطف كل حاجه، نشرب اللبن ايه ده، هنلعب كوره وننام شويه. اديني قاعد بنام شويه اهو، بروح كل سرير شويه.
ماليش دعوه بقى، انا بتمشى شويه في السراير. ممكن مثلا شوكولاته، اذا شوكولاته واو. ممكن مثلا بيتزا هنا يا جدعان. ايوه كده صح، عشان محدش. والله يا رايق، حلو قوي ده، عمله عند البوابه واحد شني. لا 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 ما تطلعنيش بره، الحمد لله ما طلعتش بره. لا ماليش دعوه. يا انا يا جدعان، ده في النهارده ناس كتير عايزه، ناس بتقول لي مين يا بيروح المسبح؟ ما هو ما ينفعش، ده يوم. استنوا يا جدعان، هم مش فاهمين، ده يوم ده يوم كامل في سوبر ماركت. يا رب يفهموني يا ابطال. المفروض ده ابطال يوم كامل في السوبر ماركت، فالمفروض يا جدعان يبقى في سوبر ماركت بس يعني. بس ماشي، مش عارف اعمل ايه اصلا، ايه اللي ممكن نعمله هنا كمان؟ تمام، ايه ده، ننام بره. واو ماي جاد، بسرعه بسرعه ابطال، هبني هنا بسرعه، نام. ايه ده كله بيبني ايوه صح، ما دام احنا بنينا حاجه خلاص. واو ديم، والله جامد. ايه ده، حد جاب عربيه؟ لا ماليش دعوه، روح انت بقى براحتك. يا سلام يا سلام، عاش قوي يا ابطال، كله ابني. ايه ده ده ده، يا سلام بقى، حاطط العربيه هنا ومجوق الدنيا. ايه ده، حتى حط قنبله؟ لا افتكرتها قنبله، لا لا كنت هتقوم ايه. يا سلام، احلى نق. ايه، انا اختفيت يا ماما يا ماما. لقيت شعر الحمد لله، وش زي ما انتم شايفين. ايه ده، انت متخيل يا جدعان احنا فوقينا يعني مبني علينا؟ ايه ده، الحمد لله حد شالها، كان مبني علينا من شويه. ايه يعني، خيمه لذيذه يعني. ايوه، وده ده نايم غضبان ليه؟ ده نايم هو بقى. سوري يا جدعان، لما تكون نايم وامك ايه، امك بتقول لك ايه، انزل جيب بيت. بص 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 بص، اللي هو بقى ايه، انا عايز انام. وايه، امه بقى تصحي يا ابطال، انت عارفين انت الحركات دي. هو بقى نايم بقى متضايق بقى، امه تقول له ارمي الزباله، ده رد فعلك. ارمي الزباله لا. استنوا طيب يا ابطال، نعمل ايه طيب دلوقتي؟ والله مش عارف، هنفضل نايمين كده طول الفيديو ولا ايه؟ ده الفيديو انه ممكن ولف اهو بيفكروا يا جدعان، والله ممكن ولف اهو. ولف وانا ولف وانا نايم، فكره جديده دي، حد فتح كشاف علينا. يا سلام، ولف وانا نايم يا جدعان، مفيش احلى من الولف وانت نايم. جرب كده، هقول لك على حاجه، جرب انت الولف يا باشا وانت نايم وهتدعي لي. ايه ده، كلنا مش عارف احنا ليه بنعمل كده. طبعا يعني المفروض اللي حد، لو حد معاه رقم الشرطه يتصل بيهم باقصى سرعه، عشان احنا مجانين ومعتيه. فالمفروض اللي المفروض ايه ده، لا احنا المفروض سجن ومستشفى وكل حاجه. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ السوبر ماركت كده ما فيهاش فيه زباين يا جماعه، عامه سوبر ماركت بروك هافن خلاص خلاص يعني محجوز. احنا اجرنا سيرفر ايه، اجرنا ماب بروك هافن كلها. ايه ده، واحد جاي بالطياره ياما. ايه يا جدعان، انت ده داخل اللي يحطها جوه يمكن جوه السوبر ماركت ولا ايه؟ ايه ده، واحد جاي بالموتوسيكل. السلام عليك يا جامد، ايوه يا شاب يا سلام. ايه ده، الحصان، انا قايم اجيب الحصان. لحظه يا جدعان، انا قايم فعلا اجيب الحصان. استنى يا جدعان، الولف انا هو كابتن. استنى طيب، نشيل الولف ده، تعالوا كده يا ابطال. ايوه الحصان، ايه ده الحصان مش عايز يعمل. لحظه يا ابطال، الحصان كان فين؟ ما بحاول احطه اهو، ما هو مش عايز يعمل. استنوا كده، المفروض ادوس عليه، بيقول لي ما ينفعش في اللوكيشن. طب اهو يا ست، انا عايز احط الحصان جوه السوبر ماركت. هو فين طيب؟ هو استنوا ابطال، مش عايز ابطال يجي خالص، مش عارف ليه. استنوا كده، طب نحط عربيه، نحط ال ايه ده بجد، ايه ده، واو ايوه بقى، ايه ده حضرتك الظابط ايه اللي جاب، ايه ده، في ايه ده، في طياره عايز تدخل. لا 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 لا, لا. ياما الله محفظنا، لا انا هموت، كلنا هموت. ايه ده، في حاجه بتتحرق، الواد بيتحرق ده قدامي ده، واللي يا لهوي يا جدعان، عاش قوي. استنى يا جدعان، ده بقى الفعاليات بقت نار، الفعاليات بقت اسطوريه يا جدعان. ايه ده، بقول لك رايح انام، فعاليات اسطوريه النوم. احلى فعاليات اسطوريه يا جدعان النوم، والله ما فيش احلى حاجه، ما فيش احلى من النوم يعني. حد هيجي يكلمني يقول لي يا بلال، وانت ليه في الفيديو ده نايم على طول؟ اقول لك بصراحه فعلا انا عايز انام. ادي واحد بيتاوب اهو، واحد بيتاوب، عمر بيتاوب اهو، جه نام جنبي ما شاء الله يا عمر. ده فعلا احلى نوم يا عمر. بص انا نايم وحاطط بقى ايدي وخلاص بقى النوم خلاص نايم. ايه ده، ماشي. ايه ده، اتخضيت والله يا جدعان لما جيت عملت كده. ايه ده ياما، زيز ياما ياما، في واحد، ايه ده، في واحد انفجر. ايوه انا عايز اركب هنا، عايز اركب فوقي طيب، ولا لازم انا اكون، لازم اكون عايز اركب فوقي طيب يا جدعان. ايوه عايز انط عليه، مش عايز. ماشي يا جدعان، نشرب اللبن، نشرب اللبن طيب. ايه ده، والله ما اقصد، الحقوا انا عملتها على اللبن، هنام جوه ال. طب انا كده، ايه ده، طب يا باشا انا عايز اشرب لبن، انا نسيت والله اتلخبطت. طب افتح، ايه ده، الحقوا ازاي؟ استنوا يا جدعان، ايه ده، اللي هو ازاي يا كابتن، واخد كده اللبن واشربك. ايه ده، اشربك انت، ازاي كده، انا عملتها من غير قصد. استنوا نطلع بقى فوق،
وايه ونعمل هنا واحده فوق بقى بس وننام. ايه ده الحقيقة ابطال، هل انا كده خسرت ولا لا؟ بص يا ابطال، هل انا كده خسرت ولا لا؟ لا لا ما خسرتش، ده راسي بس بره بستكشف هنا الحق. ايه ده انا مش عارف استكشف ايه، وانا اللي عملته ده. تعالوا كده نشرب الحليب، بشرب الحليب وانا نايم. تعالوا كده ناكل شويه التويتوز، باكلهم وانا نايم. كوكا كولا بشربها وانا نايم. خلاص يا كابتن خلاص. ايه ده لا لا، حد يلحقني، حد يلحقني يا جدعان والنبي. الحمد لله. ايه لا 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 لا, لا. والله دماغي يا زوزو، الحقيني الحقيني يا زوزو، والله بجد راسي اتعلقت. بصوا يا جدعان راسي عامله ازاي. ايه ده الحمد لله يا جدعان فقت، قمت الحمد لله. ايه ده طياره، ده ايه الموضوع ده ابطال؟ إيه؟ واو يا طياره، الشخص ده يا جدعان بيحاول يدخل الطياره جوه. خلي بالكوا يا جدعان، الشخص ده بيحاول يدخل الطياره جوه. واحد شالني، بصوا عايز يعمل ايه، عايز هتعمل ايه، بس هنام شكرا ماشي. واو والله يا ابطال فعالياتنا حلوه، بس يعني مش مو يعني مش واسعه جدا يعني، بس مش وحشه يا جدعان. انا هو يا زوزو، والله انا والله هو موجود يا زوزو. بس يا ابطال فعاليات اسطوريه وجميله، وطبعا يا ابطال اي حد عنده اي فكره، طبعا احنا عايزين نخلص نقضي على السلسله دي، نقضي على يعني ماب بروك هافن كلها، ويعني اي حاجه انتوا عايزيني اعملها مثلا تحدي 24 ساعه في ايه، فاكتبوها لي تحت في الكومنتات عشان نعملها الفيديوهات الجايه. فبس كده يا ابطال الفيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، والسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.